يا باشا. احنا سعداء بهذا الموقف النبيل، وهو موقف لن ننساه ابدا، وهو اكيد يعني عنده وقعه في نفوس كل سوداني وسودانيه في هذه الجائحه التي يعني هي امتحان حقيقي لحقيقه العلاقات وصدق الروابط بين الشعوب في العالم. الموقف بالنسبه لنا غير مستغرب من الاخوه في جمهوريه مصر العربيه، هم دائما سند ودائما في المحن نجدهم اقرب الناس الينا، ويعني نتشاطر معهم كل الهموم وكل المصائب والمواقف النبيله. هذا موقف بالنسبه لنا موقف كريم، موقف نبيل. نتمنى ان تنقل نيابه عن القياده السودانيه في مجلس السياده، الرئيس الفريق عبد الفتاح البرهان ومجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ان تنقل نيابه عننا للاخوه في مصر في القياده المصريه، على راسهم الفريق عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري امتناننا الكبير بهذا الموقف النبيل. وصلت إلى مطار الخرطوم طائرات المساعدات المصرية المقدمة من جمهورية مصر العربية لشعب السودان الشقيق لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وشملت المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تضمن عمل منظومة الرعاية الصحية في بيئة آمنة للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس. من جانبه أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا للمساعدات المصرية. نحن اليوم سعداء أن نستقبل هذه القافلة الكبيرة في هذا الظرف الذي تضرب فيه جائحة الكورونا كل العالم وضمنه السودان، وأن يأتينا هذا الدعم الطبي الكبير، أربع طائرات كبيرة بكامل حمولاتها بإشراف مباشر من الإخوة في قيادة جمهورية مصر العربية تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبير عن اهتمامه وتقديره للشعب السوداني وعن متانة الصلات بين الشعبين. وهذه المحنة ولو إنها مصيبة ولكنها تكشف معدن العلاقات وصدق العلاقات بين الأشقاء. نحن سعداء بهذا الموقف النبيل، وهو موقف لن ننساه أبدا، وهو أكيد يعني عنده وقعه في نفوس كل سوداني وسودانية في هذه الجائحة التي يعني هي امتحان حقيقي لحقيقة العلاقات ولصدق الروابط بين الشعوب في العالم. وأكد السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان عن أهمية الدور الذي تقدمه مصر لمعاونة الدول الشقيقة ومساندتها لدولة السودان، انطلاقا من واجب مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها لتتواكب مع سياسة مصر المستمرة والشاملة نحو مساعدة الأشقاء السودانيين في مواجهة المحن والشدائد. أشعر بكل الفخر والسعادة وأنا أستقبل هذا الدعم القادم من شعبنا في مصر إلى شعبنا في السودان، ومن بلدنا في شمال وادي النيل إلى بلدنا في جنوب وادي النيل. هذا الدعم الذي يعد حمولة أربع طائرات من كافة المستلزمات والتحاليل والأجهزة الطبية وأجهزة قياس الأكسجين وأجهزة مد الأكسجين للجسم وأجهزة المعامل، أي كل ما يتعلق بمراحل جائحة كورونا، سواء بالنسبة للوقاية أو بالنسبة للعلاج أو بالنسبة للتحاليل. وهذا دعم من إخواتكم في مصر إلى إخواتنا في السودان، وهم في جهودهم النبيلة من أجل الحفاظ على أهم أرصدة السودان وأهم موارده، ألا وهي الموارد البشرية التي متمثلة في الشعب السوداني العظيم الذي يعمل في كل المواقع وفي كل بلاد العالم.